اجتمع اليوم صباحا المجلس الحكومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة إيهود أولمرت تحت شعار تصعيد فلسطيني بشأن صواريخ القسام وبالأخص صاروخ الجراد الذي سقط على أشكلون، وأمر أولمرت بزيادة العمليات في القطاع وبالرد القاسي على هذه الصواريخ. שר הביטחון הנחה את גורמי הביטחון לתת להחריף את התגובה הישראלית שהייתה חריפה מאוד גם בשבועות האחרונים והיו לה תוצאות מאוד משמעותיות בפגיעה בגורמי טרור מרכזיים ברצועת עזה. وعلى خلفية اجتماع المجلس الحكومي الإسرائيلي العمليات العسكرية ما زالت مستمرة في قطاع غزة، اجتياحات عدة لآليات إسرائيلية في القطاع وإطلاق نيران متبادل بين الطرفين مما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيون، والإسرائيليون يقولون أن هناك جندي مصاب بعد أن أطلق الفلسطينيون صاروخ مضاد للدبابات. كذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي تحدث أولمرت عن زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي سوف تجري يوم الأربعاء، وصرح أولمرت عن قائمة المواضيع التي سوف تتداولها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. تبع دارين ندونيتو على النسيم الخشوبين شوندين على سدر اليوم اللومي أنا يكيميتو سيخوت على نسيم شكشورين بسدر اليوم اللومي שלנו بيخصيم البيلاتراليين. שרת החוץ, גברת ליבני, תציג בפניו את המהלכים שבעקבות ועידת אנאפוליס להמשך המסע ומתן בינינו לבין הרשות הפלסטינית. الحكومة الإسرائيلية تتأهب بشكل واسع لزيارة بوش من ناحية أمنية وأيضا من ناحية سياسية. في سياسيا سوف تطرح إسرائيل مشكلة إيران وسوريا وحماس على الرئيس الأمريكي وقضايا مهمة أخرى في منطقة الشرق الأوسط. كامو مدوبار بنسي ידידותי אוהד ותומך מדינת ישראל ומדינת ישראל בהחלט תעניק לו את הכבוד שראוי לו בביקור הזה אצלנו.